والتاهو ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني موت العائلية بصراحة يعني جدا والله العظيم بطل. تبارك الله ولد ما شاء الله لا قوة الا بالله. طبعا المسارين سويناها الان صعبنا واحد سوينا مسار 91 بنزين ومسار 95 بنزين. معليش يا لاند، لاند طالع ولاند نازل، لكن واحد طالع. ليش غيرت نمرة هنا ليش؟ والله الزمن الطيب. راح وحش ولد. استوانت فيها يا شرف معليش فدا. تعال يا ربع ما شاء الله تبارك الله. والله يا ربع انك الفتك جاكم. وحش أمريكي وحش أمريكا وماذا تفعل يا رجل. ولا يهمك فدا طلع الشاص ماجد الشاص طلعه اللي بعد الفورشينر طلعه ولا هذا بيطلع الجمس. والله صعبة شوي عليكم من هنا بصراحة، المواتر هذه ثقيلة ما شاء الله وزن. عبد العزيز طلع الربع من جنبه. يا شباب راعي الفجي هذا يعني وقفته غلط هنا والله. هنا واقف في المطلع عند أبو عبد الله. ما ينفع أقول له في هذا مطلع يا ابن الناس. كفو يا شرم ما شاء الله لا قوة الا بالله جبته. بطارية؟ أعوذ بالله هالبطارية ذي. سوي لها اشتراك من هنا. سوي لها اشتراك طيارتك هذه والله كل شوي تبغى بطارية، ايش يسوي؟ ما في بنزين؟ شباب سريع سريع الباترول يطلع. وحش يا ولد. وحش ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعطيك خير ويكفيك شر واذكر الله وصلى على النبي يا جماعة الخير خلف الشاشة. روح روح يا باترول روح يا باترول
وحش. الله أكبر. ولك سيرة جاي واغره خلوه يطلع. واغره ماجد هذا ما أخذ عزمه من تحت، ما يمديك توقفه يا ماجد. يا ولدي يا ولدي يا ولدي مجيك والله يمسكك. هنا عندنا واحد، هنا عندنا واحد هنا يمسكك، شفت شلون؟ ما نقدر عشان ما وقف تحت، هنا في كلبشات. عدل عدل يا ولد. بس بس خلاص. لا لا تحفر لا تحفر. خلاص قول ارجع يا شباب ارجع. يلا طلع تاهو، يلا سريع مشوا لي الخط هذا يا شباب، وقف الخط هذا عندك يا ماجد. بتغير خطك يا شنو، بتغير خطك تكفى. روح غيرت خطك يا شنب، اسمعني وش وش كان اقول لك وش وش ترى اي وقتك طليت فيني. يوم غيرت خطك يا شنب ضاع عزمك، وانت كذا حرثت لهم دحين يعني ايش؟ يعني اللي طالع بعدك بيجيب العيد. يعني ما يقدر يطلع اللي طالع بعدك الحين، ما يقدر يطلع. احلى يا باتر. طلعوا لي النداوي يا شباب، ايش النداوي كذا طلع طلع كم حبي 91 بنزين، طلعوا لي روح التي زد التي زد يا زد 71. خلاص خلاص قال لك انت حفرت اللي بعدك بس طلعت فيها قبله. احلى يا رينجر ما شاء الله لا قوه الا بالله. يا ولد والله انك كفو يا ولد، والله حرام بالله انك كفو. لا 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 قوة إلا بالله. لا يا فجي ما تجي معاك كذا يا فجي، يا فجي ما تجي. رجلك طوارق يا قولوا له دفوا ساعدوه. والله كفو والله يستاهل. اذكر الله يا شباب. ما شاء الله لا قوة الا بالله. يا مدلعهم يا بيكسار. ما انت مدلعهم، مدلعهم، ما انت مدلعهم، ما انت مدلعهم.
لحظة يا ماجد 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 فوق شوف خطك. متر متر واحد بس. بس بس بس. لا ضرب فرامل. شفت ضربة الفرامل هذه؟ ما تخليه يطلع. ليش؟ احنا قام الحين نشوف كفرات تحفر. شفتهم؟ كفرات حفرت مع ضربة الفرامل هذه خليتها واقف. اي مسايسة، هاي الحين نحط رجلك. لا لا ارجع ثاني، واحد ثاني تجي. ارجع 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 بعد بعد يا ريتك ترجع شوي. لا يا سلام. يلا فدا يا شنب. حركات جمهور يصفق ها؟ طلع الفورشينا يا ماجد. ويلك ما تطلع. يا ويلك. تطلع يصفقولك. شفت؟ ما تطلع ياكلونك. روح يا شاص، طلع الشاص، طلع الشاص. ماجد طلع الشاص. يلا يا شباب يلا ها. يا ويلك. يا ويلك هذا ما لي شغل. أنا مالي شغل، أنا مالي شغل. عدل 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 دركسون عدل. معليش يا ذيبان. دقيقة يا ماجد وقف ال طلع يا شخص. قدام قدام قولوا له قدام يا شنب. هذا شخص ديزل يعني انا ما اعرف هو 6 ولا 8 لو 8 المفروض يكون في باور جامد يعني بس اول شيء اقول لك يا راعي الشخص ترى الكفرات عندك مليان طلع 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 الفورد يلا جو هيد ليه 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 عشان ترفع رجلك ليه يا شباب يا شباب اللي تحت السوزوكي ما حقدر يطلع من هنا ليش مطلعينه هنا ليش ما لقيت اصوره قلنا نبغى البوتر ذا ينزل طلع انطلق منك ما اعطيني اشاره يا واجد ما صورنا الشاص الله يهديك والله يا سوزوكي انا قلت ما تطلع كذب ابو فيصل قلت لكم يا شباب ما يطلع ما تسمعون الكلام اطلع يا ماجد ان شاء الله تبارك الله ماجد خليه خليه ياخذ عزو خليه ياخذ عزو لحظة ها حبيبي يا ويلهم اللي يشجعونه يشجعونه واللي ما يطلع كلوه ايوه بس ال روح يا مرهم يلا طلع طلع لا هذا ما حيمدي هذا طلع الفتي الباترول يا ويلك غيرت خطك انت
يلا يلا. قدم السيارة قدام، قدم السيارة انطلاق عند خويانك يا لاوة. ما شاء الله تبارك الله. يا لواء قدمهم يا لواء، لواء انت تعال قدام، انت تعال قدام يا لواء. روح يا ربع. والله يا وحش يا ولد، والله كفو يا ولد، والله انك طار يا ولد. الصلاة على محمد، اذكروا الله يا جماعة. قفل المضمار يا ولد، قفل المضمار هذا. ما شاء الله تبارك الله، هنا الشباب يحاولوا يطلعون في حصى قد تأذي السيارات وتأذي الشباب، يحاولوا يطلعونها من هنا. بيض الله وجهكم وما قصرتوا يا شباب. بيض الله وجهكم ما قصرتوا، الله يجعلها ميزان حسناتكم. كانت حصى جديدة جديدة، يعني ايش حصى؟ صخرة دي. يقلبونها الآن، جزاكم الله خير يا شباب. اقعد تدلع ها؟ امشي على هولك. وحش يا ولد، فين طيارتك؟ هناك بعيده مره، بعيده مره. ماجد، ماجد ورا هنا مع خطك، شوفه. لا يستطيع ويعود ثاني مرة ويجرب. طلع الاف جي، الاف جي. تحية للجمهور اللي واصل، تحية للجمهور اللي بيشجعنا. هذا يا جماعة الخير، بوجه لكم رسالة، والله لولا حضوركم هذا ما نستمر ولا نصور ولا نسوي شيء. يعني خلينا نتكلم زي فرق كرة قدم مشهورة، بلاش اقول مين ومين، خلنا نقول اتحاد الهلال، الهلال، النصر، الاهلي. إذا لعبت مباراة من المباريات هذه القوية ما في جمهور، ما تسوى المباراة شيء، ولو كانوا الناس معروفة. احنا بكم يا جماعة الخير، ما نطلع ولا نتقدم الا فيكم، انتم الدافع لنا، الحضور اللي هنا والحضور اللي خلف الشاشة هناك. ما شاء الله تبارك الله، اللهم زد وبارك. احلى يا ربع، نروح يا ربع. طيزار طيزار يا شنب، لا اعطيته يسار. بس يا شنب ترى بقول لك شباب، ترى الوزن يعني الركاب اللي معك ترى ياثر في الطلعه يا شنب، ولو انك سواق ما شاء الله تبارك الله. يعطيك خير، يعطيك خير ويكفيك شر يا شنب. ما شاء الله لا قوه الا بالله. ذكر الله طيب يا جماعه الخير، اللي خلف الشاشه وانتم تتفرجون، عجبكم موتر، عجبكم سواق، عجبكم شيء معين، قولوا لا اله الا الله وما شاء الله ولا قوه الا بالله. ترى والله الناس تجي وتغامر وتعمل هالمجهود معانا لاجل انكم تفرجون يعني في البيت. فذكر الله طيب يا جماعه الخير. ان شاء الله لا قوه الا بالله العلي العظيم. روح امريك، روح امريك، وحش امريكي. ما خذيت عزمك صح، معليش احنا صعبناها عليكم شوي يا شباب. السيارات هذه اللي وقفت اللي في جهه، والثانيين هذا لا يوقفون هنا عشان الناس المديه تطلع. هذا خط ما شاء الله لا قوه الا بالله. والله يا شباب انت اليوم مبدع، والله العظيم انت اليوم بطل الحلقه. ما
ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم. ليه غيرت خطك يا شنب؟ ليه غيرت خطك يا شنب؟ شوف اسمعني أنا ناديك خطك كده، شوف أنا عفطت منه وطلعت منه، سويت لك خط جديد راح الباور فيه. ولا يهمك، فدا يا شنب. كرر يا شباب، كرر. بعدين مرة اللي هنا مصعبينها؟ كرر لي إشارتك ترى ماني سامعك بالله. اطلع صار هو يرجع مترين شوية على الأقل. لا 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 مضبوط من عندك، أنا أبغى نصعبها ما نبغى نسهلها، يجوني طايرين هنا فوق ما أبغى كذا. صعب عليك يعني الزاوية. يا أبو فيصل هذا الباتر اللي عندي بيطلع من هنا من مكانه. لا يطلع من محله. عبد الله. عبد العزيز لا يطلع من محله. لا 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 اقول له معليش الله يرضى، اقول له ابو فيصل يقول لك تكفى لا تطلع من هنا، لانه ما ابغى افتح خط ثالث من هنا ترى صعب جدا. يا عيال شجعوه هذا. يا ولد انت وتنحرف عن المسار. هذا منو؟ هذا فورشنر. يا ويلك كفو، يعجبني اللي ما يمديه واثق من نفسه خلاص الف ما فيها مشكله، مو ارجع ريوس وحوس الدنيا. يلا يا شباب عشان الصلاه، وبكذا نقول اللهم لك الحمد والشكر يا رب، ونتمنى يكون سوينا شيء ارضى الجميع اعجب الجميع. هذه قناتكم، هذه قناة رواد بحرة، هذا اللي تهدف له تنظيم تعال غامر معنا تلاقي أمان، تلاقي سلامة، تلاقي تنظيم. في ناس واقفة هنا، في رجال واقفة تحت تأمن لك الطريق. طيب عشان تطلع تغامر، تطلع تبدع، تجرب نفسك، تجرب سيارتك بس بأمان، يعني ما تخاف إن واحد جايك من هنا. شفتم شلون؟ ما في خوف عليك يعني بإذن الله، يعني الحامي الله سبحانه الله. شجعوا يا شباب. فنقول اللهم لك الحمد. يا التيوتا ترى الاربع التيوتا يزحف ياخذ جنب. يا على هذا ايش بو يمشي على جنب ذا؟ ها؟ يا ولد يا ولد اللقمة حقتنا. هذا خويكم. لا مو خويك ها؟ لا انا ما اعرفه بعد. ما طلع خويه قال ما نعرفه. كفو بس على هونك على هونك. هاي الشاص يا شباب. لا يا جاص عزولك الدنيا. نقول اللهم لك الحمد والشكر يا رب العالمين، وجزاكم الله خير على المتابعة، وجزاكم الله خير على الحضور. هذا الجمهور الجميل، هذا الجمهور اللي ينجح كل فعالية، هذا الجمهور أنا أقولها لكم بإذن الله. في مسابقة مدعومة من الهيئة العامة للرياضة نعلن عنها قريب، بس ندور المكان ونرتب الطريقة للناس المشتركة. طبعا أنا أعتذر من الجميع اللي حيكون مشارك في هذه المسابقة، الناس اللي حتسجل معانا والفئات السيارات المعينة، احنا نبغى ندرسها مضبوط ونسوي شيء بإذن الله يليق في بحرة، يليق في المنطقة اللي احنا فيها، يليق في الهيئة العامة للرياضة، يليق في كل الجمهور والمتابعين، يليق في المملكة العربية السعودية، يليق في الشعب، يعني شيء نسميه من السعودية طالع. تحياتي للجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.